اهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جبت لكم واحد الحلقه اللي غتكون زوينه بزاف. عندي في الانستغرام اللي انا تندير فيديوهات هكا قصر على التجاره الالكترونيه، على الهجره، مهم اللي تيكونوا فريمون واعرين بزاف. قبل ما نبدا لا فيديو انكم تدخلوا تابونا في تلايكي، وهذا الفيديو هذا اللي انا غيكون عامر معلومات على التجاره الالكترونيه. موضوع اليوم هو التجاره، كيف كتعرفوا بزاف بكم ما تعرف تسمعوا الاي كوميرس ولا التجاره الالكترونيه، ولكن ما تعرفوش منين يبداو، كيفاش يبداو، اشنا هي التجاره الالكترونيه. اليوم في هذه الحلقه هذه نقول لكم يعني من ا حتى زد التجربه ديالتي انا في التجاره الالكترونيه، من كيفاش غتبداو حتى غادي تساليو. قبل ما نهضروا على التجاره الالكترونيه غادي نهضروا على بعض التفاصيل اللي غادي تكون يعني اوليه اساسيه في التجاره الالكترونيه، هكا باش تكونوا على بال ملي نكون نهضر لكم على النقاط الاخرى. غادي نهضروا على هي تعريف التجاره. قبل ما تكون التجاره الالكترونيه كانت واحد التجاره اللي هي تجاره تقليديه. هاد التجاره التقليديه هي انك تمشي كتحل حانوت عادي، كتجيب السلعه، كتعمر فيه، كتسنى الرزق ديالك حتى كيجي يعني في الشارع ولا انت والزهر ديالك، والناس هكا كيدخلوا عندك كيشوفوا المحل ديالك وكيشريو من عندك. هذه تجاره عاديه يعني تقليديه. الالكترونيه غنعطي واحد التعريف ديالها، هي انك كتبيع وكتشري عبر منصات او عبر الانترنت. نهضروا على بزاف ديال النقاط اللي هي مهمه بزاف في البدء في التجاره الالكترونيه. كيف ما كنتي عندك صفر درهم، عندك فلوس، كيف ما كنتي غادي تكون النقاط اللي هي غتعجب كاع الفئات. يعني انا كنهضر مع جميع الفئات، ما كنهضرش غير يعني الفئه اللي عندها الفلوس، يعني جميع الفئات اللي كنبغيو نبداو. كتجي في بالنا انا بغينا نديرو الاي كوميرس، هي المنتوج. اشنو هو يعني اي واحد فينا كطيح ليه على البال اشنو غادي نبيع، شنو هي الحاجه اللي غادي نبيع بها، اللي غنبدا بها ونبيعها. اغلبيه فيكم ما كيعرفوش كيفاش غادي يعني كيفاش غادي يجيبوا هذا المنتوج هذا. فانا جبت لكم واحد الموقع، انا غنحطو لكم هنايا هذا الموقع هذا، غادي تدخلوا غادي تشوفوا المنتوجات لي طوندونس. يعني راه في المنتوج راه كاينين منتوجات اللي كيكونوا طوندونس، وكاينين منتوجات اللي تيكونوا على طول العام. بالنسبه للمنتوجات لي طوندونس كنصح بهم بالنسبه للناس اللي يلا بادين. طوندونس كتدخل كتلقى شي حاجه اللي بحال مثلا ايامات فاش كانت سكوير جيمز، يعني كانوا الحوايج ديالهم، كانوا لي طاس، كانوا مهم اي حاجه فيها سكوير جيمز كتمشى بزاف. يعني هذه طوندونس. يعني من كذلك بان الناس اللي يلا تيكونوا بادين من احسن يشوفوا هاد المنتوجات اللي كيكونوا هكا دغيا تيبانوا، ومن بعد كيمشيو هكا كيدغيا كيربحوا فيهم. حاجه اللي غادي ننصحكم بها على المنتوج، انكم ملي تبغيو تدخلوا تقلبوا، قلبوا في افيتو، قلبوا في فيسبوك ماركت، حيت ملي كتدخلوا مثلا الفيسبوك ماركت كتلقاي واحد الملاحظه بان نفس المنتوج كيتعاود، هذاك منتوج طوندونس، يعني كيتعاود، يعني داك المنتوج راه كيبان لك الناس مادام كيحطوه، عرفي بانه فيه الطلب. يعني الزبون مادام الناس جاو وشراو هذاك تلقى الناس راه عليه الطلب بزاف. هو ثاني حاجه اللي هي افيتو، كتدخلي كتشوفي المنتوجات اللي هي بزاف، جوميا ثاني كتشوفي المنتوجات اللي هي كتعاود، هنا كيبانوا لك المنتوجات راهم محتاجيهم، الناس راه باغينهم. وحاجه اخرى هي المنتوجات اللي كتكون ديما كتستعمل، يعني بحال دابا اللي كتنفع الناس، شي منتوج اللي كيحل لك مشكله عندك في الدار، تحل لك مشكله في طوموبيل، تحل لك مشكله في حياتك. المهم حنا راه كاع هكاك ملي كنشوفوا شي مشكل، شي برودوي اللي تيحل لنا واحد المشكل، شي الوجه، البرودوي، الشعر، لو كور، المهم شي منتوج اللي غريب. المنتوج كيفاش تختاروا المنتوج، اختاروا المنتوج ديالكم وكتبغيو كتعرفوا راسكم اشنو بغيتو، كتدخلوا كديروا واحد الدراسه وكتشوفوا المنتوجات وكديروا واحد الحاجه، كديروا واحد لاجوندا وكتكتب فيها اشنو نتايا بغيتي تبيع. يعني بحال كدير واحد الدراسه ديال الجدوى، واحد البيزنس بلان ديالك. يعني انا كنصيحه مني انكم ملي تبداو ضروري يعني تكتبوا الخطوات ديالكم خطوه بخطوه، داكشي بورقه وستيلو هكا، حيت الكتابه كتخلي الدماغ يعقل. المنصات اللي هي فين المحل ديالك، فين غادي تحطي ولا فين غادي تبيعي المنتوج ديالك. انترنت، المنصات اللي كتشوفي انهم كيدخلوا ليها الناس بزاف، كاين الانستغرام، كاين الفيسبوك، كاين
تيك توك، تيك توك وراه تقريبا راه غادي يحيد هاد الجوج، يعني انستغرام وانستغرام وش يقولي وفيسبوك، يعني هو راه غادي يولي هو في الصدارة. يعني والواتساب والتليجرام، يعني هاد الربعة هادو كنسى، واليوتيوب. المهم انا كنصحكم بربعه ديال المنصات. عندكم الانستغرام اللي تيبقى معروف بانه ديال البيع والشراء، يعني معروف عالميا، كيعطي الناس كدير لي قتله في البيع والشراء. ثاني حاجه اللي هو الفيسبوك ماركت، يعني ماركت بليس اللي بزاف كيحطوا. انا شخصيا جربت الماركت بليس، يعني راه كيجيو منه لي كوموند الهبال. صراحه الهبال، سورتو ان داك المنتوج الا كان منتوج اللي غينفع الناس. ثالث اللي هي التليجرام. تليجرام يعني كديري واحد الباج ديالك، انك كتحاول تجيبي الناس، يعني تجمعي الزبائن ديالك في واحد الباج، وتبقاي تحطي لي زارتيكل. كينفع بزاف تليجرام البنات، بزاف. والناس الاغلبيه راه ولا عندهم تليجرام، وتليجرام غادي ينفعك. من بعد انا غنقول لكم كيفاش. غير منصة اللي هي الواتساب، حتى هي البنات الواتساب ضروري. تحتي الواتساب خصها تكون عندك، حتى هو ديري نمرة جديدة ليكم انكم تتعاملوا مع الناس عبر الواتساب، حيت الاغلبية الناس كتجيهم سهلة يدخلوا الواتساب ويهضروا معاك وتصيفطي لهم لي فوتو. المهم التواصل في الواتساب الناس يعني في المغرب كيعتبروه وسيلة اللي هي كتجيهم سهلة بزاف. وخامس منصة اللي هي اليوتيوب. غادي نقول لكم علاش، حقاش اليوتيوب ضروري منه، وحتى التيك توك. هادو ملي تكوني دايره دي فيديو، يعني دي فيديو يكونوا صغار، تحطي المنتوج، حطي راسك لابسه شي حاجه، تحطي انك كتابليكي ديك لو برودوي، ماشي بالضروره عليك انتيا، ماشي احد اخر، على بنيتي صغيره، على مهم، ماشي حاجه بحال هكايا. وتحطي في اليوتيوب بان هذا المنتوج راه زوين، ديما تحطي الجديد ديالك. يعني غير من منصه واحده انك باش تبيعي وتشري بلا ما ديري سبونسور، يعني بلا ما ديري حملات اعلانيه، راه ما كافياش. يعني خصك ضروري ديري نفس السميه على جميع الصفحات، يوتيوب، الانستغرام، تيليجرام، واتساب، المهم كلشي كلشي، فيسبوك، ديري باج فيسبوك، كلشي كلشي خصك تكون عندك. تيك توك حتاني، كلشي خص تكوني نشيطه. تي كيبغي خدمه، ولكن راه تيكون نيت، يعني كتبان النتيجه، يعني راه خدمتي راه ربي كيسهل، راه كلشي على خدمه. احنا درنا الصفحه ديالنا، دابا غادي نمشيو نقلبوا على الموردين، يعني لي فورنيسور. كيفاش غادي نلقاو حنايا هاد لي فورنيسور؟ كيف كتعرفوا بان حنايا عندنا في المغرب معروف، عندنا درب عمر معروف، كاينين موردين اللي زعما شي حاجه بعد الخطر كتلقاي منتوج في درب عمر قل من الي اكسبريس. يعني انا هذه بالتجربه ديالتي، انا كنلقى حيت كياخذوا بالكرو، يعني كياخذوا يعني بكميه اللي هي كبيره، كيجيبوها للمغرب وكتقام عليهم ارخص. وفاش كتوصل لك انتيا تنتي راه كتوصل لك سورتو تنتي راه خديتي بالجمله، راه تنتي كتاخذيها بثمن اللي قل من الي اكسبريس. وكراج علال، يعني هادو معروف انك المورد لي فورنيسور راه معروفين، كاينين في كراج علال، كاينين في درب عمر. ولكن انا النصيحه ديالي مع لي فورنيسور، انا كتجربه ديالتي مع لي فورنيسور، ما تعمركم ما تتعاملوا مع فورنيسور واحد، يعني حاولوا انكم تتعاملوا مع بزاف ديال لي فورنيسور. مثلا نفس المنتوج حاولي انك تشوفي بزاف، حقاش ديما الفورنيسور كيخوي بيك. يعني هذه ديريها من النقاط السلبيه، حطيها ديما انا راه الفورنيسور يقدر يخوي بيا. ديما يكون عندك الغيزيرف ديال فورنيسور واحد اخر. ثاني حاجه اللي هي ملي تمشي عند الفورنيسور تشوفي السلعه كيفاش دايره، عجباتك هذا، وتبداي تعاملي معاه. الا عندك الفلوس تبارك الله، راك تبداي تاخدي الكونتيتي وكتبداي تخدمي. ما كانوش عندك الفلوس، راه كتعاملي معاه، كتقول له شوف انا راه عندي باج، راه عندي هذا، غناخذ من عندك مثلا هذا المنتوج هذا، يعني ماشي يعني بيكون بثمن الجمله، و راه كل نهار وغادي زعما غادي نروجو انا راه بيع شري. يعني خصك تبريزونتي لي راسك بانك راك كتبيع وكتشري، عارف خصو يشوفك بانك راك سيريو.
وهما راه تيعجبوهم يعني ملي كتمشي وكتبداي تهضري معاه داكشي راه كيعجبك، كيعطيك تيليغرام، كيعطيك الواتساب، المهم كيعطيك كلشي، كيعطيك الكارت فيزيت ديالو، المعني المعلومات ديالو كاملين كتاخديهم. الا عندك الفلوس كيف قلت لكم انا راه كتاخدي من عنده الكميه، يعني الكميه اللي هي تكون قليله، يعني عمركم ما تبداو شي كميه اللي يعني نصيحه انا مني، يعني ما تفوتوش شي مبلغ اللي هو يعني لا كثرتو 1000 درهم. الا زعما انا كنهضر على الناس اللي عندهم فلوس، بالنسبه للناس اللي الناس ما عندهم فلوس غادي تبداي تتعاملي معاه بلي فوتو، بيان سو خاصك تشوفي داك المنتوج واش مزيان ولا ماشي مزيان، واش داك الفورنيسور عليه الطلب ولا ما عليهش، مناش غتعرفي واش عليه الطلب من الانستغرام من تيليجرام، يعني ملي غتدخلي عنده التيليجرام ولا الواتساب راه غتشوفي ناس اخرين كياخذوا من عنده، كيبان لك بانه راه تيحط ديما لي فوتو، تيبان لك بانه راه اكتيف، حيت هذوك لي فورنيسور تيكونوا اكتيف كيبان يعني السيد باغين يخدموا، اما اللي ما كيتسوقش لكاع واش كاين ولا ما كايناش، حيت هو تيخدم مع ناس اللي هما اللي يكون يقدروا يكونوا اكثر منك، ولكن انت شوف قلبي ديما على الفورنيسور اللي على قدك، ما تشوفيش دوك اللي حيت هذوك ما يشوفوش فيك تشوفه. بعض النصائح اللي غادي ننصحكم بها، الوغ ها نتوما خديتو المنتوج ديالكم، ها نتوما اختاريتو، ها نتوما دابا غندوزو انك تصوري المنتوج. بالنسبه لي فوتو ضروري انك ملي تتعاملي مع هذاك الفورنيسور ديما تتعاملي معاه في الواتساب، كيف قلت لكم انا ضروري الواتساب، هكا ملي توقف عليك شي كليانه غتقول لك بغيت شي فوتو ريال ديال هذا المنتوج، حيت ضروري انك ملي غديري ديك المنصه وغادي تحطي لي فوتو ما غاديش تحطي دي فوتو زوينين الوغ كيكونوا بروفيسيونيل، ما غاديش تحطي مثلا فوتو مظلمه ولا فوتو، هاد لي فوتو بروفيسيونيل كتاخذيهم انت من عند داك الفورنيسور، ضروري تيكونوا عنده دي فوتو في التليجرام ضروري ولا كيصيفطهم لك في الواتساب وانت كتنوضي كتحطيهم عندك في سميتو ولا كتلقايهم في جوجل كلشي كتلقاي في جوجل، يعني داك المنتوج طابي راه تلقاي في جوجل، الا ما لقيتيش في جوجل راه ضروري، مهم ضروري تكون فوتو بروفيسيونيل، الا ما لقيتيهاش كاع حاولي انك انتيا تصوريها بشي بالتليفون وتزيدي فيها الاضاءه وتقديها وتحطيها، المهم داك المنتوج ملي تحطيه في يعني في المنصه ديال الانستغرام تكون يعني اتيرون، يعني داك يكون زعما يكون زوين يبان راه برودوي زوين، حطوا البرودوي غادي تهضروا مع الفورنيسور انهم يعطيكم فوتو ريال، يعني يكون على القرص ماشي دوك لي فورنيسور اللي تصيفطي ليه ميساج، المهم ضروري يكون على القرص، الا ما لقيتيش على القرص بدلي فورنيسور، يعني هادشي كيبغي خدمه ولكن راه في الاخر كترتاحي فريمون كترتاحي. جبتي المنتوج ديالك حطيتيه في الانستغرام صايبتي الصفحه ديالتك، هنا كيجي دور انه منين غتجيبي الكليان، الكليان منين كيجي سواء كتكون عبر حملات اعلانيه كديريها فيسبوك ادز ولا جوجل ادوردز ولا كديريها في انستغرام، ولكن انا اللي كنصحكم من هادشي كامل حتى شي حد عمره ما قالوا لكم اللي تيكون فيه يعني تيكون اكثر الناس كيجيب الناس اكثر، هو كدير تيليشارجي فيسبوك بيزنس، ملي كتيليشارجي وكديري الحملات ديالك دير الحملات الاعلانيه ديالك من فيسبوك بيزنس كيجيب لك يعني بحال كيجيب لك الدوبل ولا التريبل، يعني انك دير فيسبوك عادي قلت لكم انا فيسبوك ادز جوجل ادوردز كديروا الحملات الاعلانيه سواء تيكونوا عبر واحد الفيديو اللي تيكون قصير بزاف، يعني يكون فيه 20 سكوند ولا 30 سكوند ماكسيموم كتعرف فيه المنتوج ديالك، سواء انت اللي كتصايبو اللي كنتي كتعرفي ديري المونتاج راه انت اللي كتصايبي، الا كان لما كنتيش كتعرفي تشوفي تحاولي انك تشوفي شي واحد اللي هكا تدوري معاه وصايب لك شي فيديو يكون بروفيسيونيل ولا شي فوتو اللي تيكونوا فيها هكا تيكون كتكون اتيرون بحال هكا نشوفها انا ندور نكون هكا كندوز في الفيسبوك وتبان لي ديك لا فوتو غتعجبني غنحاول انني ندخل، وتكون حتى المنتوج يكون مثلا المنتوج كيدير 100 درهم مثلا انت ديري ليه 99 درهم كيدير مثلا 150 درهم دير ليه 149 درهم، عمركم ما ديروا 200 درهم ولا ديروا 100 درهم ولا ديروا 150 درهم، ديما نقصوا درهم جوج دراهم فهمتوا ولا 148 درهم 149 درهم، هكا تيكون حتى الناس حيت
ممكن تلعب على العقلية ديال الثانية، اللي هي انك تجيب لي كليون عبر المؤثرين، يعني لي زانفلونسور. هنايا كنجي لواحد النقطة اللي بزاف الناس غالطين فيها. بالنسبة للمؤثرين راه ما يمكنلكش انك تصيفطي ليه برودوي فابور وغادي يجيوك لي كليون، راه خي يكون عنده ليكون مثلا يدير لك دي ستوري، يعني انا كتجربة ديالتي مع المؤثرين، ولا انا كمؤثره ملي كيجيني البرودوي وكنعرضه. يعني ضروري ضروري ما يكون واحد الباك كتخدمي مع هذاك الانفلونسور، يعني مثلا كتخدمي معاه شهر ولا شهرين ولا 15 يوم، كديري معاه باك، يعني يدير لك بوست، يدير لك ستوري، يدير لك فيديو، يدير لك بحال اللي كيخدموا الشركات لي بروفيسيونيل. يعني شركه بروفيسيونيل ملي كتمشي عندك المؤثر ما كتخدمش معاه ك مثلا، ما كتخدمش معاه تعطيه البرودوي تقول ليه هو سير دير ليا دي ستوري وسير غبر، لا. راه انت راه هنايا بزاف، راه هنايا خصكم تعرفوا بانكم راكم خاسرين في البرودوي مليار في المية، حيت ما يمكنش انك تصيفطي برودوي وغادي يجيوك لي كليون وغادي يبقاو نو. حيت راه انا من راسي وجدت مثلا ملي كنشوف شي مؤثره انها كتعرض واحد المنتوج وكتعاود تعرضه وكتعاود تعرضه وكتعاود تعرضه، كنشوفها ديما عندها، يعني حتى انا في راسي اوتوماتيكمون في دماغي كنقول اه زوين هذا المنتوج اجي نقلب عليه، فهمتوا؟ يعني الخدمه خصها تكون مع هذيك المؤثره يعني مده طويله هكا باش يكونوا عندكم دي كليون اللي هما نيكم. بالنسبه للدفع، الدفع البنات راه ضروري ضروري ومؤكد انكم الناس اللي هما يلا بادين، يعني ضروري خصكم تكونوا تحطوا واحد الخسائر. هاد الخسائر هادي ديال اش البنات، ديال الناس بزاف كيكونوا كيتفلاو في الانترنت، هكا على ما بنيتي الماركه ديالك، على ما بنيتي الصفحه ديالك ووليتي معروفه. في الاول شويه كتكون صعيبه، داكشي علاش الواحد كنقول لكم ما تكونوا بزاف ديال المنصات، بنادم كيتيق فيك وتخدموا مع ناس والناس الماركه ديالك تبان بانها خدامه مع ناس، هكا الناس ملي غتقولي لهم الدفع هو الاول تصيفط ليا الفلوس عاد نصيفط لك مثلا البرودوي ديالك، كيتيقوا حيت ديجا كيشوفوا بان الناس خدموا معاك، بان الناس راه باين داكشي ديالك. اول كيف قلت لكم انا غتعاملوا عن طريق الدفع عند الاستلام، يعني تصيفط البرودوي وعاد تاخذي الفلوس. زو الحاجه اخرى اللي هي الكارت بونكير، بزاف بيكم اللي غادي ملي غيدخلوا هذا البيزنس هذا غيحتاجوا الكارت بونكير، غادي يحتاجوها في الفيسبوك ادز، او يعني ملي بغيو يخلصوا الحملات بيان سو غادي تكون بالدولار، ما غاديش تكون بالدرهم، ما غاديش تكون، يعني راه فيسبوك راه ماشي فيسبوك ماشي مغربي، يعني انترناسيونال، خصك اون كارت اللي هي انترناسيونال هكا باش تبداي تخلصي بها هذا، تخلصي بها الحملات الاعلانيه ديالك. ولا ما كانتش عندك، انا شخصيا كنصحكم بسياش، يعني ماشي اشهار، ولكن بالنسبه لي انا مرتاحه بزاف يعني فيها، انا دابا خارج المغرب وكنحس براسي بان هاد الشركه هادي، يعني هاد البنك هادي فريمون كتحل بزاف ديال، تكوني في اي بلاصه في العالم كتحل المشاكل. شركات ديال الشحن، الناس اللي غادي يصيفطوا لك شركه الشحن اللي غادي يصيفطوا لك البرودوي ديالك. الناس هنايا كندوز كنقول لكم كاين شركات اللي هما كتقدري مثلا انك ديري معاهم كونطرا ديال ان ديال الدفع عند الاستلام، يعني ياخذوا الفلوس من بعد كيجمعوهم عاد كيعطيهم ليك، سواء تديري معاه انهم بالنسبه للبنات اللي ما تيخرجوش مثلا، ما كيبغوش، ما كيديبلاصاوش، ما عندهم كيفاش ديرو، راه كاينين بزاف الشركات ديال الشحن اللي كيجيو عندك حتى للدار وكيهزوا السلعه وكيمشيو يفرقوها. يعني انا شخصيا كنت كنديرها يعني انا كنت كنخدم مع واحد، كنت كنخدم بواحد الطريقه ان الفورنيسور كيصيفط لي السلعه حتى للدار، ومن الدار كيجي عندي الشركه ديال لوكس، كنت كنتعامل مع لوكس ترونسبور، كيجيو عندي حتى للدار، وكان زعما كان الطريفه ديالتهم ما بين 40 درهم 35 درهم على حسب الكوليه، وبخير يعني كيصيفطوا للداخله، كيصيفطوا للمغرب كامل، وبواحد الوقت اللي هو قياسي بحال اليوم كنعطيهم
المنتوج غدا كيوصل عند مولاتو، خفي ما تكون. بالنسبه للداخله، كانت واحد المره صيف الداخله كانوا يومين تقريبا ولا 3 ايام ماكسيموم وصلها المنتوج ديالها. اكادير، المهم اي بلاصه كاينه اغاماكس، المهم راه كاينين دابا راه ولاو بزاف البنات تيسميتو ليفغور ماروك. هادو كاينين لي دي ليفغور هكا كيجي عندك تيتعامل معاك، تيكونوا زعما هادو من المراحل كاملين اللي كندوزو عليهم على ديال التجاره الالكترونيه. في التجاره الالكترونيه هادشي اللي كاين، ما كاين حتى شي حاجه اللي هي ماشي هي هذيك. بالنسبه للبنات اللي ما فهموش مزيان ولا شي حاجه اللي ما عرفوهاش ولا هذا، يتواصلوا معايا سواء في الانستغرام، الاسئله ديالتهم هنايا، ولكن الاحسن يتواصلوا معايا في الانستغرام غادي نجاوبكم على جميع الاسئله ديالكم. نتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم بزاف، وكنتمنى انني شرحت لكم التجاره الالكترونيه خطوه خطوه، وبحال مجمعه معاكم شربنا كويس اتاي. انكم عجبكم هذا الفيديو هذا، ما تنساوش لايك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، اي حاجه حطيتها غادي توصلكم. بيزو.